نستكمل كلامنا عن الهيماتوبيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، واحنا في بارت 1 كان في عن البيسكس اوف هيماتوبيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، اتكلمنا عن ترانسبلانت ايمونولوجي والبري ترانسبلانت اسسمنت وايه هي التايبس او كلاسيفيكيشن اوف ترانسبلانتيشن، اتكلمنا عن جزء مهم جدا هو الانديكيشن اوف ترانسبلانتيشن از ويل از اتكلمنا عن الهابلو ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن. نبدأ الانديكيشنز. عندنا انديكيشنز فور اوتورجس ترانسبلانتيشن هنتكلم عنها، وانديكيشنز فور الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. اول حاجه زي ما قلت لكم، بس فكره الاوتورجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن انك بتاخد يعني ستيم سيل من البيرسون نفسه بعد ما بياخد خلاص انت اتاكدت ان هو فري اوف ذا ديزيز، فري اوف مالجنال ديزيز، اديته كيموثيرابي وعملت له طبعا سام سورت اوف eradication of the disease زي myeloma أو lymphoma، وبعد كده بتبدأ تكولكت ال healthy stem cells وتجمعهم لبره. بحطها طبعا usually ممكن مش هقدر استخدمها مباشرة لأن أغلب الحالات بتحتاج إما كونديشن ريجيم بيتراوح لعدة أيام، فعشان كده بعملها كرايو بريزرفيشن، يعني آخدها وأحفظها إن كرايو بريزرفيتيف، وبعد كده بدي العيان دوت كيموثيرابي يوجوالي زي ما تقول بيبقى مايلو أبليتيف كيموثيرابي، وبعد كده ري انفيوز الهيلث ستام سيلز، وبعدين ويت فور انجرافتمنت لغاية لما تريزيوم بقى او تريجين تاني الفانكشن اوف اميون سيستم نفسها. الانديكيشن اوف اوتوجنس ستيم سيل ترانسبلانتيشن يوجوالي بتبقى مالجنت ديزيزز زي ايه؟ زي المايلوما، ويمكن ده من اشهر الانديكيشنز فور اوتوجنس ستيم سيل ترانسبلانتيشن. المفروض كل عينين مايلوما يتزرعوا، فده رقم واحد. رقم اثنين النفوما، سواء كانت هوجكن نفوما او نون هوجكن نفوما، وهنتكلم في الانديكيشنز بتاعتها. مش كل حالات الهوجكن لازم مثلا فور ريلابسد، او مش كل حالات الهوجكن نفوما تبقى هاي جريد ريلابسد. ومن ضمن الانديكيشن ايضا في الاكيوت بروميسيتيك لوكيميا، دي حاجه من الحاجات المهمه قوي. فهي اللوكيميا الوحيده او اللوكيميا الوحيده اللي بتتزرع باوتو هي الاي بي ان اللي هي الاكيوت بروميسيتيك لوكيميا. واخيرا ودي حاجه بره الهيماتولوجيكال مالجنسي، وهو السوليد مالجنسي زي جيرم سيل تيومر. اوكي هنتكلم عن كل واحده فيهم على حده، وهنتكلم فيها عن الرول اوف ترانسبلانتيشن ان ايتش ديزيز. اولا هنتكلم عن المايلوما. طبعا الاوتولوجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن في المايلوما دي حاجه بقت خلاص من السيتلد موداليتيز فور تريتمنت، وبقت ستاندرد اوف كير لكل حالات المايلوما سواء كانت هاي ريسك او ستاندرد ريسك. لقينا انه الترانسبلانتيشن او اوتو ستيم سيل ترانسبلانتيشن فرق معانا في البي اف اس، في البروجريشن في سرفايفل، وكمان الاوفر سرفايفل. فعشان كده بقى واحد ون اوف ذا ستاندرد موداليتيز اوف تريتمنت في حالات المايلوما ان لازم يتزرع. الكونديشن مانجمنت بيستخدمه يوجوالي بيبقى هاي دوز من الفلان، هو من الفلان دوز 200 ملي جرام بير متر سكوير. طيب الكلام على التايمنج، ازرع في الاول ولا ازرع في الاخر؟ يعني كان في كلام كده، يمكن الكلام برضه دلوقتي خلاص بقى هو سيتلد انك كل عينين بدلهم كونديشننج ريجيم، وبعد كده بكولكت السيم سيلز وبعد كده بتزرع. لكن في كلام انك ممكن تو ديلي الترانسبلانت نفسه افتر فيرست ريلابس، وده بنشوفه في العينين اللي هم الستاندرد ريسك مايلوما. اوكي احنا مايلوم دلوقتي بقى في عندنا ريسك سيرتيفيكيشن فروم ذا ستارت على حسب السيتوجينيتكس اللي موجوده. لو العيان دوت عنده هاي ريسك ديزيز او هاي ريسك مايلوما، يبقى على طول لازم اكون اب فرونت ترانسبلانتيشن، بدي كونديشننج كيموثيرابي، او بدي كيموثيرابي يعتبر يعني اللي هو بيبقى حوالي 4 سايكلز من الار في دي او الفي ار دي او السايبر دي، او دلوقتي بقى في كمان تحط فور دراج ريجيمنز اللي هم زي الدراتوماب مع الفي سي دي او الدراتوماب مع في ار دي، وبعد كده العيان دوت يتزرع كولكت ستيم سيلز وبعدين ازرعه، وبعد كده اكمل كمان بعدها مينتنس كيموثيرابي. اوكي فده الايرلي اوتو ستيم سيل ترانسبلانتيشن بقى خلاص زي ما قلت لكم ستاندرد اوف كير في عين الهاي ريسك ديزيز. ممكن العيان الستاندرد ريسك ااجل الترانسبلانتيشن فور ذا فيرست ريلابس، بس زي ما قلت لكم يمكن يعني الكلام ده قوي ما بقاش الستاندرد اوف كير قوي. الستاندرد اوف كير ناو ان كل عيانين المايلوما to be transplanted في ال first response. ماذا عن rule of auto stem cell transplantation في الليمفوما؟ طبعا عندنا Hodgkin lymphoma و non-Hodgkin lymphoma. The indications of stem cell transplantation في ال non-Hodgkin lymphoma، في ال diffuser B cell lymphoma، في relapsed cases. كان في trials اتعملت انه يتعمل upfront في الهاي ريسك ديفيوزر بي سيل لينفوما زي الدبل هيت او التريبل هيت، لكن في الاخر هي اوف نو فاليو، ما لقوش ما فاقتش في البروجريشن في سرفايفل اوفر سرفايفل. لكن ستاندرد اوف كير في حالات الريلابسد ديفيوزر بي سيل لينفوما بقى هو دوت التريتمنت افتر فيرست ريلابس. لما العيان دوت بديه كيموثيرابي، لو عيان كيموثيرابي ريسبونسيف بزرعه باوتولوجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن. طب لو نان كيموثيرابي ريسبونسيف، لا بدور بقى على اذر لاينز اوف تريتمنت. اوكي
ايضا ليه رول في المانتل لينفوما. يمكن المانتل لينفوما هي البريفر تي سيل لينفوما، هي الوحيده اللي بزرعها في الفيرست سي ار، يعني ما استناش لغايه ما عندي ريلابس. يعني عيان عنده مانتل لينفوما، اوكي المانتل لينفوما يعني اجريسيف لينفوما، انت بتدي كونديشننج زي حاجه زي نورديك ريجمن، وبعد كده العيان ده يدخل في سي ار وزراعه على طول، وبعد كده كمل مينتننس ثيرابي. نفس الكلام برضو في البريفر تي سيل لينفوما، لانها كومبيرد بالبي سيل لينفوماز بتبقى هاي ريسك وليها بور اوت كام. ففي العيانين عندهم بريفر تي سيل لينفوماز طبعا هم اجريسيف بريفر تي سيل لينفوماز، طبعا افتر برضو كونديشن تدي تشوب يوجوالي او تشوب لايك، وبعد كده بزرع العيان دوت في الفيرست سي ار. فعندنا في الديفوز اتش بي سيل لينفوما زي ما انتم شايفين كده، لو ريلابسد في المانتل في الفيرست سي ار، في بريفر تي سيل لينفوما في الفيرست سي ار، وكونديشن ريجن بيستخدموا يوجوالي بي ابي. نفس الكلام في الهوجيك لينفوما، indications او rule of symptoms معمولة دايما في العينين هم relapsed او refractory Hodgkin lymphoma لو هي كيموثيرابي برضه responsive. يعني عنده relapsed Hodgkin lymphoma بديله كيموثيرابي، لو كيموثيرابي responsive يبقى على طول بحطه في ال transplantation protocol، يبقى autologous stem cell transplantation. حسن ال progression free survival، ما حسنش قوي ال overall survival، وال conditioning regimen بتاعنا هو beam protocol. ال APL اللي هي acute primary lymphocytic leukemia انت امتى بتزرعها؟ لو relapsed APL، يعني عيان عندهم relapsed APL هم دول اللي بيتزرعوا خلاص after achievement of molecular remission. يعني عيان دوت بيبقى APL اديته مثلا حاجه زي ال ATO regimen اللي هو الاترا والارزينوترازايد، اترا مع ATO، او اديته اللي هو كيموثيرابي فري ريجيمين، او اديته كيموثيرابي كونتينيو ريجيمين اللي هو بي تي 1 بروتوكول اللي هو ايدا اترا، وبعدين عاد دخل في سي ار، وبعد السي ار لقيته بعد كده ريلابس. في ريلابس بقى upon ريلابس بديله برضو another كيموثيرابي زي الاترا اي تي او، على حسب بقى لو ما كانش خده قبل كده ياخده تاني، لو كان واخد قبل كده اترا اي تي او بديله كيموثيرابي مع اترا، واول ما عين دوت يدخل في موليكولار ريميشن ازرعه بيه اوتولوجس ترانسبلانتيشن. طب لو ما دخلش في موليكولار ريميشن، لا ساعتها بقى يبقى العين ده هيبقى كانديديت فور الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. فالاي بي ال اكيو برومري سيتيك ليوكيميا، لو العيان في الفيرست ريلابس دخلك في موليكولار ريميشن بكونسوليديت باوتولوجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن، ما دخلش في ريميشن ساعتها بكونسوليديت بالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. يبقى دول الثلاثة أربعة indications في autologous stem cell transplantation، اتكلمنا فيهم عن الميلوما، واتكلمنا فيهم عن الليمفوما، واتكلمنا فيهم عن الـ APL. طيب بالنسبة للـ allogeneic stem cell transplantation ايه الـ indications بتاعتنا؟ الـ indications في الـ allogeneic stem cell transplantation طبعا برضه هتكلم كده بشكل سريع عن ايه هو الكونسبت اصلا في allogeneic stem cell transplantation. ايه الفكرة؟ في عندنا دونر، في عندنا recipient زي ما قلت لكم، لازم في عندنا ديجري اوف اتش ال اي ماتشنج. طبعا لو بتكلم ماتشد ريليتد دونر يبقى حد من الاخوات ولازم فولي ماتشد. لو مش موجود بدور في الاذر دونر اوبشنز زي ماتشد ان ريليتد والكورد بلاد والهابلو ايدنتيكال. برضه احنا بنتكلم في مصر، عندنا يمكن اللي ليه برايورتي شويه هو هابلو ايدنتيكال، لان احنا ما عندناش اكسس للماتشد ان ريليتد، وفي نفس الوقت برضه ما عندناش كورد بلاد بانكس بشكل كافي قوي، فعشان كده حتى اكسبيرينس برضه في الكورد بلاد ترانسبلانتيشن ما هياش واسعه قوي. اوكي فديت الاوبشنز اوف دونر. الفكره طبعا ان العيان ات ذا سيم تايم بتبقى العيان والدونر، لان العيان بياخد الكونديشننج كيموثيرابي خلاص علشان خاطر تبدا تحضر فور ترانسبلانتيشن، وفي نفس الوقت بتبدا تحضر الدونر نفسه فور كوليكشن اوف ستيم سيل. عند الدي زيرو اللي هو يعتبر خلاص خلصت الكونديشن ريجن بتاعت الريسيبيانت والدونر بيجمع الستيم سيلز بتاعته، ببدا اعمل بقى احقن الستيم سيلز دي جوه الدونر وبعد كده ويت تو الاو فور انجرافتمنت. اوكي مش لازم قوي قوي فكره كراير بريزرفيشن هنا، ستيب اوف كراير بريزرفيشن ما هياش جزء من البروسيس زي في حالات الاوتولوجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن. طب ايه الانديكيشنز بقى في الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن؟ رقم واحد الاكيوت لوكيميا الاي ام ال والاي ال ام، وهنتكلم برضو مش كل اي ام ال، هاي ريسك ام ال والهاي ريسك ال ال. الام دي اس والام بي ان اللي هي بدايه من الاي بي اس سكور اكتر من 2، الام دي اس والمايلوفايبروزيس. يعني في عندنا سام اذر انديكيشنز زي حالات السي ام ال والسي ال ال، المايلوما، الهوجكن، نون هوجكن. يمكن دي سبيشال كيسز، يعني مثلا في حالات الهوجكن والنون هوجكن رول اوف ترانسبلانتيشن فيها افتر ريلابس، اللي هو حصل ريلابس افتر اوتو ستيم سيل ترانسبلانتيشن، يعني عيان زرعته
مايلوما او لينفوما زرعته بقوته وحصل له ريلابس، وواحده من الاوبشنز اللي بعدها ممكن تعمله الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. اوكي، السي ام ال برضو من ضمن الانديكيشنز، بس طبعا مش كل الكيسز، في حالات ان هم الناس اللي عندهم كروني، مش كروني فيز، اللي هم اكسلريتد فيز او بلاستيك فيز، او العيانين هم نون ريسبوندنج تو التي كي ايز في الكرونيك فيز. السي ال ال رول اوف ترانسبلانتيشن فيها ما بقاش زي الاول، بالذات بعد الايرا اوف بارتون تايزين كينيز انهبيتورز والفينيتوبلاكس بقى فيري مينيمال، لكن لا يزال الفاليو في المالجنت ديس اوردرز زي الاي ام ال والاي ال ال والام دي اس والميوفايبروسيس، والنون مالجنت ديس اوردرز زي الابلاستيك انيميا والبوماروفيلر سندرومز والهيموجلوبينوباسيس. برضه مش كل الهيموجلوبينوباسيس، يعني مثلا في حالات السيكل سيل اللي هم العيان عندهم ريكارنت سيفير كومبليكيشنز زي الناس عندهم ريكارنت اكيوت شيست سندروم او ريكارنت ستروكس، وفي الثلاسيميا اللي هم ترانسفيوجن ديبندنت ثلاسيميا قبل ما العيان يديفلوب هيموكروماتوزيس او يديفلوب ايرون اوفرلود. فدي بشكل سريع كده، وبعد كده نتكلم عن كل واحده فيهم ان ديتيل. اولا بالنسبه لي الرول اوف الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن ان اكيوت لوكيميا، اللوكيميات اللي بتزرع رقم واحد الاي ام ال، ويتش تايب اوف ام ال، الام ال بنعمل ريسك كلاسيفيكيشن الى لو ريسك وانترميديت ريسك وهاي ريسك. فالانترميديت تو هاي ريسك بزرعهم في الفيرست سي ار اللي هو سي ار 1، يعني العيان خد كيمو ثيرابي وخلاص الحمد لله دخل في كومبليت ريميشن. لو العيان دوت لو ريسك لا بدي كونسوليديشن بكيمو ثيرابي، لو العيان دوت انترميديت او هاي ريسك بعمل كونسوليديشن بالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. وطبعا طبعا لو العيان دوت ريلابس دي ام ال ريجاردلس بقى الريسك، ريلابس دي ام ال في سي ار 2 كلهم لازم يتزرعوا. نفس الكلام شويه في الاي ال ال، الاي ال ال برضه بعمل ترانسبلانتيشن في سي ار 1 يعني في الفيرست ريميشن لو العيان دوت عنده هاي ريسك اي ال ال. ويمكن الكريتيريا اوف ديفينيشن اوف هاي ريسك اي ال ال ما هياش كلير قوي زي الهاي ريسك ام ال، يعني الهاي ريسك ام ال قلنا بقى يعني سبيسيفيك كريتيريا، واعتقد دي شرحناها في الام ال بشكل كفايه، زي الناس اللي عندهم فري 3 ميتيشن، الناس اللي عندهم كومبلكس كاريوتايب، او الناس اللي عندهم نورمال سيتوجينيتكس هي اواي فروم الكور بايننج فاكتور لوكيميا. دول العيانين اللي عندهم خلاص كلير كات اوف، عملت كلير ديفينيشن اوف ريسك، لكن الديفينيشن اوف ريسك سيرتيفيكيشن في ال نوت ذات كلير. لكن عامه من الحالات اللي يعتبر هاي ريسك ال ال اللي هم الناس عندهم فيلادلفيا كروموزوم او الفيلادلفيا لايك، او الناس اللي عندهم ترانسلوكيشن 411 اللي هي ام ال ال ري ارينجمنت، او الام اللي عندهم بوزيتيف ام ار دي افتر كيموثيرابي. يمكن اهم واحد فيهم او اهم اثنين فيهم حقيقي هم الفيلادلفيا والبوزيتيف ام ار دي افتر كيمو ثيرابي. لكن اجين كل حالات الاي ال ان اللي هي ريلابس الاي ال ان في السي ار 2 برضه هتبقى لازم تتزرع. الاي بي ال يمكن اتكلمنا عنها زي ما قلت لكم، من عين الاي بي ال في الريميشن او في لما ريلابس الاي بي ان ريلابس اكيو بروميسيف كيميا، انت بتدي له كيمو ثيرابي. لو العيان ده دخل في سي ار 2 على طول يبقى بكونسوليد بوتيروك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. لو العيان دوت اديته كيمو ثيرابي وما دخلش في سي ار 2 يبقى بزرعه بيه الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. اوكي، فتاني اجين البيشنت اللي هم اي بي ال نوت ان ميديكال ريميشن افتر اندكشن ان سي ار 2 يبقى ده هيتزرع بالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. او لو العيان حصل له ريلابس افتر اوتولوجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن، يعني عيان اي بي ال وحصل له ريلابس اديته كيمو ثيرابي دخل في سي ار 2 عملت له اوتولوجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن وبعد كده ريلابس اللي بعدها، يبقى ده عيان فور الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن افتر كيمو ثيرابي. Okay. يبقى إذا indication of allogenic stem cell transplantation in APL لو العيان دوت not in medical remission after induction in CR2، أو لو العيان دوت relapsed after auto stem cell transplantation. يبقى ده الرول اوف الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن ان اكيوت لوكيميا. بعد كده اتكلم عن الرول اوف ستيم سيل ترانسبلانتيشن ان الام دي اس اند ام بي ام. في الام دي اس زي ما احنا شايفين كده مش كل حالات الام دي اس بتتزرع، لو العيان دوت انترميديت تو او هاي ريسك اللي هو زي العيان عندهم ام دي اس ويز اكسس بلاست، او العيان عندهم ام دي اس ويز بور ريسك سيتوجينيتكس، او ممكن ايفن كان في لو ريسك او اللي هو لو عيان ترانسفيوجن ديبندنت، يبقى بزرعهم لو العيان انترميديت تو او هاي ريسك، انترميديت تو او هاي ريسك زي الناس عندهم اكسس بلاست او الناس عندهم بور سيتوجينيتكس او العيان ده ترانسفيوجن ديبندنت.
نفس الكلام في المايلوفايبروزس، بس طبعا لو عندها برضه انترميديت 2 او الهاي ريسك. هنفهم طبعا الريسكفيكيشن في المايلوفايبروزس بقسمهم طبعا انترميديت لو ريسك وانترميديت 1 وانترميديت 2 هاي ريسك. فلو عندها انترميديت 2 او هاي ريسك زي الناس عندهم برضه بور ريسك سيتوجينيتكس او عندها ترانسفيوجن ديبندنت، يبقى دول كانديديت فور الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. ال CML again لو العيان ده present first presentation بتاعه accelerated phase او blastic phase، او لو العيان ده intolerance او refractory ل TKI حتى لو هو chronic phase. يعني لو chronic phase CML والعيان ده intolerant to TKI او حصل له refractory، يعني حصل له disease progression على ال TKIs especially اللي هي T315I mutation، لان دي فيري او يعني لو ريسبونس للكيموثيرابي للتي كي ايز اكسبت بس البوناتينيب، العيان ده بيبقى كانديديت فور الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن فروم ذا ستارت لو عنده اكسليت فيز او بلاستيك فيز، او لو العيان ده ديفلوب ريزيستنس تو تي كي اي او انتولرنس للتي كي اي، وده لا يزال برضه واحده من الانديكيشنز القويه في الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. السي ال ال زي ما قلت لكم ده كان زمان بالنسبه للناس هم هاي ريسك اللي هم عندهم البي 53 ميديشن او 17 بي ديليشن، لكن دلوقتي الرول اوف ستيم سيل ترانسبلانتيشن افتر التارجت ثيرابي بقى ان كلير. يعني ايه ان كلير؟ يعني ما بقاش ليه كلير رول، ما بقاش واحد من الفرونت لاين اوف ثيرابيز، لان بقت عندي ديفرنت تريتمنت اوبشنز. بقى عندي البروتون تيريزين كينيز انهبيتور، عندي البي سي ال 2 انهبيتور وفينيتوكلاكس، عندي البي اي 3 كي انهبيتورز، فدي كلها تريتمنت اوبشنز غيرت من لاند مارك اوف سي ال ال. كمان سبيشالي السب تايب اوف سي ال ال بيشنتس بيبقوا فيري اولد بيشنتس، فالرول اوف ترانسبلانتيشن فيهم انك تعمل لهم الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن يا اوف لو بنفيت. يبقى كلمة عن انديكيشن في ال AML او في الاكيوت لوكيميا، وكلمة عن انديكيشن في ال MDS وال MBN. اتكلم بعد كده الانديكيشنز او الرول اوف الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن ان ليمفوما اند مايلوما. ابدا في المايلوما، زي ما قلت لكم مايلوما هي اوتو ستيم سيل ترانسبلانتيشن، ممكن تعمل اكتر من مره اوتو بيسموها تاندم اوتو. لكن لو العيان ده ريلابسد افتر اوتوجو ستيم سيل ترانسبلانتيشن، واحده من التريتمنت اوبشنز الالوجينيك ترانسبلانتيشن. وبرده الرول اوف الوجينيك ستيم ترانسبلانتيشن في المايلوما هاز بين ديكريزد بعد نيو ثيرابيز. احنا بقى دلوقتي عندنا مش مجرد بس المجموعات اللي ستاندرد كيموثيرابي او البروتيزوم انهبيتورز او الاميونو ميديتور دراجز، لا بقى دلوقتي عندي كمان مونوكلونا انتي بوديز دخلت زي الداراتيتوماب والازاستكسوماب، ودلوقتي كمان بقى في الكار تي، فدي كلها تقدمت على الاوبشن بتاع الجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. نفس الكلام في الهوجيك لينفوما، برضه الهوجيك لينفوما كان بي كونسيدر افتر اوتو ترانسبلانتيشن، بس برضه بيجي متاخر بعد الاذر تريتمنت اوبشنز. بقى عندنا الاميون تشيك بوينت انهبيتور، وعندنا السي دي 30 انهبيتور، وعندنا الكار تي. هي لسه ما دخلتش قوي بقوه قوي في الهوجيكن، لكن زي ما تقول برضه تريتمنت اوبشنز بتتغير في الاذر لينفومز ناحيه توردز الكار تي عن الترانسبلانتيشن اكتر. يعني ايفن كمان دلوقتي بقت هتبقى براير عن الاوتو ستيم سيل ترانسبلانتيشن، يعني عندهم ريلابسد نورولوجيكال هيبقى المكان الكار تي قبل الاوتو ستيم سيل ترانسبلانتيشن بيزد اون اونجوين ترايلز. يعني النون هوجيكال لينفوما برضه كان بي كونسيدرد فور الاجريسيف لينفوما زي اللارج بي سيل لينفوما والمانتل سيل لينفوما لو ريلابس افتر اوتولوجو ستيم سيل ترانسبلانتيشن، وايضا برضه الفوليكولار لينفوما اللي هي ريكرنت او ريبيتد فوليكولار لينفوما. عارفين طبعا الفوليكولار لينفوما سبيشالي الهاي جريد بتاعتها اللي هي 3 بي، دي واحده من الاجريسيف لينفوما. فده بشكل عام indications for allogenic stem cell transplantation زي ما شفنا كده في الأكيوت لوكيميا والـ MDS والـ MPN والـ الليمفوما والميلوما والـ CLL. آخر حاجة خالص بقى rule of allogenic stem cell transplantation in benign hematologic disorders زي الابلاستيك انيميا والهيموجلوبينوباثيز. عارفين طبعا الابلاستيك انيميا لو العيان دوت اقل من 40 سنه وعنده افيلبل دونر، يبقى الفيرست لاين او ستاندرد اوف كير هو العيان دوت يزرع. لو العيان اكتر من 40 سنه او لو ما عندوش ماتش ريليتد سيبلينج، يبقى ساعتها الستاندرد اوف كير انك تدي اميونو سبريسيف بالاي تي جي والسايكلوسبورين. طيب another option لو العيان دوت failed after immunosuppressive therapy can be candidate for allogenic stem cell transplantation. however انه
يمكن الاوتكم بتاعته بتبقى اقل شويه. يعني العيان بيبدا ب اميون سبريسف تريتمنت وبعد كده تزرعوا بيها الاوتكمز بتاعتهم اقل من اللي هتزرعوا اب فرونت. عشان كده لو عيان تاني اقل من 40 سنه وعنده ماتش ريليتد دونر يبقى على طول كانديد فور ترانسبلانتيشن. لو العيان ده فيلد اميون سبريسف ثيرابي ساعتها وان اوف ذا اوبشنز انك تزرعه الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. الهيموجلوبينوباثيز عندنا اشهر حاجتين هما الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا. الثلاسيميا لو العيان دوت عنده ميجور ثلاسيميا اللي بيسموها كوريز انيميا ترانسفيوجن ديبندنت ثلاسيميا ده كانديد فور ترانسبلانتيشن. والسيكل سيل زي ما قلت لكم الناس عندهم هاي ريسك ديزيز اللي هم عندهم ريكارنت ستروكس او عندهم ريكارنت اكيوت شيست سندرومز او عندهم بالمونري هايبرتنشن از كومبليكيشن من اكيوت شيست سندرومز هم دول ريبيتد ستروكس او ريبيتد اكيوت شيست سندرومز لان السرفايفل بتاعهم او المورتاليتي ريسك بتاعهم بيبقى عالي. عشان كده عيان دول كان بي كانديد فور الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. مش كل حالات الثلاسيميا تتزرع، مش كل حالات السيكل سيل انيميا تتزرع، لازم تو بي ديسكاست كيس باي كيس. ولازم برضو ان تبقى تو بي كلير وذ ذا بيشنت انه في عندنا مورتاليتي فروم ذا بروسيجر اتسلف. فكده اتكلمنا عن الانديكيشنز بتاعت الستم سيل ترانسبلانتيشن اوتولوجس والالجينيك. يمكن السلايد دي مجمع لي كل هذه الانديكيشنز. ادي الانديكيشنز فور اوتولوجس ستم سيل ترانسبلانتيشن. في عندنا مالجنت ديس اوردرز زي ما قلت لكم مايلوما، الليمفوما الهوجكن والنون هوجكن، الاي بي ان، واذر سوليد تيومرز زي جيرم سيل تيومر ونيوروبلاستوما. اوكي الاميليدوزس بتمشي مع المايلوما برضه من ضمن الانديكيشنز فور ترانسبلانتيشن. الالجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن انديكيشنز بتاعته زي ما قلت لكم الاي ام ال اللي هي الانترميديت والهاي ريسك، الاي ال ال الهاي ريسك، السي ام ال قلنا الانديكيشنز بتاعتها زي الناس اللي عندهم بلاستيك فيز واكسيد فيز او انترنس او ريفراكتوري تو تي كي ايز، الام دي اس والمايلوفايبروزس اللي هم انترميديت تو والهاي ريسك ستيج، وافتر ريلابس من الاوتولوجس ستيشن في حالات الهوجكن والنون هوجكن والمالتيبل مايلوما. النون مالجنت ديس اوردرز زي ما قلت لكم كل البون مارو فيلير سندرومز، الابلاستيك انيميا، الهيموجلوبينوباثيز زي السيكل سيل سم كونديشنز والثلاسيميا ميجر اللي هم ترانسفيجن ديبند ثلاسيميا، والناس اللي عندهم اميون ديفيشنسي ديس اوردرز اكتر في الاطفال زي مثلا الناس عندهم سيفير كومباين اميون ديفيشنسي، الناس عندهم داجور سندروم، الناس عندهم مسك الدرش سندروم. كل حالات الاميون ديفيشنسي يبقى بون مارو فيلير سندرومز والهيموجلوبينوباثيز وال الاميون ديفيشنسي سندرومز دول كلهم يتزرعوا بالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. تبقى لي بس كده كام سلايد في المحاضره الاولى اللي بنتكلم فيها عن بيزكس، هنتكلم فيها عن الهابلو ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن. وساعات بيجي سؤال كده لوحده يقول لك ديسكاس هابلو ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن، فلازم اعرف ايه هي بس البيزك كونسبتس عن الهابلو ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن. زي ما قلت لكم ان الدونر اوبشن رقم واحد لازم يكون ماتشد ريليتد دونر، يعني ماتشد ريليتد دونر ده رقم واحد. ماتشد ريليتد سيبلينج او ماتشد سيبلينج دونر العين اللي هو حد من الاخوات فولي ماتشد يطلع لهم 6 باي 6 او 8 باي 8 يبقى ده الاوبشن نمبر 1. طب ماذا لو انك مش لاقي ماتشد ريليتد دونر؟ ساعتها بتبقى اذر دونر اوبشنز. اوكي الاذر دونر اوبشنز اللي احنا بنفكر فيهم ممكن يكون الهابل ايدنتيكال او ممكن يكون كورد بلاد او ماتشد ماتشد unrelated donor. matched unrelated donor يفضل طبعا 10 على 10 زي ما قلت لكم matched unrelated وده بيجيب من بومر ريجسترز ده يبقى second option after matched related donor. alternative option بقى انك تدور حاجه زي cord blood او الهابلو ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن. اوكي في طبعا cord blood في كلام عليها حاجه اسمها single cord ولا double cord، يعني كان ما كانش عارف النقطه دي بس بشكل ملخص يعني احنا عندنا الكورد بلاد زي ما قلت لكم ده بيتاخد من الفيتال ستيم سيلز اللي موجوده في الكورد. ميزتها انها بتبقى بلوريبوتنت وليس ايمونوجينيك، عيبها انه طبعا عشان خاطر حجم الفيتس بيبقى صغير عدد الستيم سيلز نفسها بتبقى صغيره شويه خلاص، فهو بيبقى مناسب اكتر لو انت هتزرع طفل محتاج لو نمبر اوف سي دي 34 اللي هي الستيم سيلز اللي موجوده، لكن لو هتزرع حد كبير ما بيبقى الخلايا قليله شويه عليه. عشان كده ممكن تفكر في انذر اوبشن فكر فيه بحاجه اسمها دبل كورد، يعني تاخد تو كوردز من تو بيبيز وتبدا تزرعهم للشخص دوت عشان خاطر تزود نمبر اوف سي دي 34 ستيم سيلز. اوكي يبقى ده مثلا الدونر اوبشنز بشكل عام. رقم واحد ماتشد ريليتد، رقم اثنين ماتشد unrelated، ال other donor options اللي هم ال hub identical و cord blood. لو شفنا في الاونه الاخيره هتلاقي انه الديبندنس على الكورد بلاد بدا يقل وبدا يزيد الريكويرمنت زي ما احنا شايفين كده على الهابل ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن زي ما احنا شايفين بالسلايد الازرق ده اللي هو كورد بلاد
وبالسلايد الاخضر المفروض يعني الهبل ايدنتيكال بدا يزيد كيسز اوف هبل ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن. يعني بقى كلمه هبل ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن معناها هاف ماتش دونر، والهاف ماتش دونر ده ممكن يكون حد من الابهات بايولوجيك بيرنتس اوكي يعني الاب او الام يعني، او البيولوجيك تشيلدرن يعني الاولاد والبنات، او لو حد هاف ماتش سيبلينج يعني حد من الاخوات هاف ماتش اوكي. يبقى معناها هاف ماتش دونر هابلو يعني نص، ايدنتيكال يعني هاف ماتش دونر، هاف ماتش دونر ده ممكن يكون بيولوجيك بيرنت او بيولوجيك تشيلدرن او هاف ماتش سيبلينج. طيب من حيث الترتيب كده مين اللي ليه الاولويه اكتر؟ دي ساعات بتيجي في الام سي كيو، اللي يفضل دايما التشيلدرن، يليهم بعد كده السيبلينج، يليهم بعد كده البيرنتس، الفاذر قبل المذر. وايفن كمان في التشيلدرن او في السيبلينج الميلز ار بريفيرد يوجوالي الفيميل دونرز، طبعا عشان خاطر البروسيس بتاعت الحمل والحاجات دي كلها بيبقى عندهم الو انتيبادز، والالو انتيبادز دي ممكن تافكت الاوت كمز بتاعت الترانسبلانتيشن عندي. عشان كده يوجوالي انك بتريفير الميل دونر عن الفيميل دونر ده بشكل عام، وده يبان اكتر في الهبل ايدنتيكال. الهبل ايدنتيكال فكر رقم واحد التشيلدرن، يليهم بعد كده السيبلينجز، يليهم بعد كده البيرنتس، وفي كل واحده بتشوف الميل عن الفيميل بيبقى دي برايورتي. اوكي طيب ده يعني ايه هبل ايدنتيكال؟ يبقى لما يجي اول حاجه نقولها يعني ايه هبل ايدنتيكال. رقم اثنين الانديكيشنز، يعني او ليه انت بتفكر في الهبل ايدنتيكال، او وين يو شود كونسيدر هبل ايدنتيكال. كونسيدر لو عيان عنده مالجنت هيماتوبيتك disorder زي مثلا acute leukemia AML high risk ALL high risk with no available matched sibling، وفي نفس الوقت no available matched unrelated donor. يبقى انت في عيان عنده high risk disease malignant disorder high risk وتيجي تشوف ما عندوش matched related donor، ما فيش عنده matched unrelated donor، والعيان ده قدامه فترة صغيرة short time of مانجمنت، يعني قدام فتره صغيره عشان خاطر انك تعالج العيان دوت، يعني لو ما لحقتوش بالستم سيل ترانسبلانتيشن هي ريلابس بسرعه. فالعيان ده بيبقى كانديديت فور هابلو ايدنتيكال ستم سيل ترانسبلانتيشن. ودي زي ما قلت لكم كده السكيما الجميله دي كده، هي برغم ان هي سلايد كبيره شويه بس هي بتقول لك هاو تو سيلكت ذا دونر ان هابلو ايدنتيكال ستم سيل ترانسبلانتيشن. مش مهم قوي في الامتحان بس فاهمينها. رقم واحد انت بتفكر فيها بتبص عليها هو حاجه اسمها دونر سبيسيفيك قال له انتبادي. لو عنده دونر سبيسيفيك نيجاتيف انتبادي بعملها ساعتها بسيلكت على حسب الاي بي او ماتشنج. طب لو عنده في الاي بي او ماتشنج البرايورتي زي ما قلت لكم بعد كده بندور الميل ويكون يانج، عشان كده الاطفال بتبقى احسن من الاخوات واحسن من الاب والام. وبعد كده طبعا حاجات تانية متعلقه بالجينيتكس تشيلدرن بريفر ذن سيبلينج، بعد كده الفادر، وبعد كده المذر، والسي ام في ستاتس. فدي كلها حاجات انت بتحطها في السلكشن كريتيريا. يبقى اول حاجه لو العيان دوت عنده دونر سبيسيفيك انتيبادي نيجاتيف، رقم 2 الاي بي او ماتشنج، رقم 3 الايدج نفسه والسكس، ورقم 4 سي ام في ستاتس. طب لو العيان ده عنده دونر سبيسيفيك انتيبادي ساعتها طبعا بشوف هل في عندي اذر الترناتيف دونرز ولا لا. طيب لو ما عندوش اذر الترناتيف دونرز يو كان تريت ذيس دونر بقى بحاجات تقلل الانتيبادي ستاتس زي الريتوكسيماب او الاي في اي جي. وبعد كده برضو رقم 2 بشوف بعد كده الاي بي او ماتشنج، وبعد كده الايدج والسكس والسي ام في ستاتس. اوكي يبقى اتكلمنا عن ايه هابلو ايدنتيكال وايه هي الانديكيشنز بتاعتها. يبقى تاني هابلو ايدنتيكال معناها هاف ماتشد دونر، ممكن يكون بيولوجيك بيرنتس، ممكن يكون بيولوجيك تشيلدرن، ممكن يكون سيبلينج. الانديكيشنز بتاعته في حد عندهم مالجنت هاي ريسك مالجنت ديزيز وما عندكش ماتش ريليتد دونر ولا ماتش ان ريليتد دونر. الادفانتج والديس ادفانتج مهمه عارفينها. الادفانتج بتاعت الهابلو ايدنتيكال ستم سيل ترانسبلانتيشن ان انت عندك كده كده زي ما قلت لك دونر جاهز، يعني غالبا بنسبه 60 70% هتلاقي دونر، يعني مفيش حد مقطوع من شجره، يعني هتلاقي اب ام حد من الاخوات حد من الاولاد، وبالقطع هتلاقي at least 50% matching. اوكي يبقى رقم واحد availability of the donor، دي حاجه. تاني حاجه انه availability of adequate numbers of stem cells، يعني عن الفرق ما بين الهبل ايدنتيكال عن الكورد بلاد. الكورد بلاد زي ما قلت لكم مشكلته ان يوجوالي بيبقى السيم سيلز بتاعته عددها صغير، لكن هنا في العيان ليه دونر هتلاقي الدونر اقدر اكولكت منه اكتر من مره عشان خاطر تو اتشيف التارجت سي دي 34 كاونت.
اوكي وبوتنشال لوور تشانس فور ديزيز ريلابس، وعندك كمان ايزير اكسس فور سكند ترانسبلانت. يعني لو الشخص دوت حصل له ديزيز بروجريشن او ريلابس اوف ذا ديزيز، اقدر الدونر موجود اقدر اوصل منه او احصل منه على سكند ترانسبلانت. يبقى دي الثري مين ادفانتجز اللي هو افيلابيلتي اوف ذا دونر وافيلابيلتي اوف ادكيت نمبر وافيلابيلتي اوف سكند ترانسبلانت وين نيدد. اوكي طب الديس ادفانتجز بقى، انت هنا يعني اخترت دونر سهل انك تلاقيه بس على حساب الماتشنج، اوكي وبالتالي عندك هاير انسنس فور جي في اتش دي. عشان كده من ضمن الحاجات التكنيكس اللي بتتعمل بقى حاجه اسمها تي سيل ديبليشن، انك تقلل التي سيل من الدونر ستيم سيلز نفسها. ما هو الدونر سيلز اللي انت بتستخدمها في اساسيه سي دي 34 بيبقى فيها نسبه تي سيلز، فعملوا تكنيك قال لك طب هي ما هي تي سيل هي ديت اكتر خليه اللي هي بعد كده بتنجرافت وتعمل لك جي في اتش دي، يعني دي اللي بتقاوم الانسجه او بتعمل immunity against the tissue cells. Why not ان انت تقللها؟ لقينا ان T cell depletion بيجي على حساب الانجرافت بنفسه، فبيعمل delayed engrafting وبيزود الريسك اوف انفكشن، كمان بيزود الريسك اوف ريلابس. فدي كلها disadvantages للهب identical stem cell transplantation. يبقى تاني advantages هو availability of the donor و availability of adequate number و availability for donor for second transplant. ال disadvantages بتاعتها هو زيادة ريسك فور جي في اتش دي الاكيوت والكرونيك، ولو عملت تي سيل ديبليشن عملت لك بيبقى نتائجها انك تعمل ديليد انجرافتمنت بيزود ريسك فور انفكشن وزاد ريسك فور ريلابس. عشان كده السلايد دي مهمه قوي، هي موداليتيز تو اوفركم الجي في اتش دي. بما انه الهابلو ايدنتيكال مشكلته كبيره قوي هو جي في اتش دي، اتعملت موداليتيز ان احنا تو اوفركم الجي في اتش. رقم واحد هي التي سيل ديبليشن، ودي كانت الطريقه القديمه شويه، ان زي ما قلت لكم بتعمل ايه، بتعمل سواء كان بوزيتيف سيلكشن او نيجاتيف سيلكشن، يعني اختار التي سيل واعملها اليمينيشن او اختار بس سي دي 34 سيلز. مشكلتها زي ما قلت لكم بتعمل ديليد انجرافتمنت وبيزود الريسك فور انفكشن وبيزود الريسك فور ريلابس. لكن الموست ريسنت تكنيك واللي جابت نتائج كويسه قوي وهي البوست ترانسبلانت سايكلوفوسمايد. البوست ترانسبلانت سايكلوفوسمايد حتى كمان اتنقل من الهابلو ايدنتيكال بروتوكولز الى الماتش ريليتد بروتوكولز، يعني بقت خلاص بقى دلوقتي جزء من البروتوكولز بتاعت البروفيلاكسز اجينست جي في اتش دي او البوست ترانسبلانت سايكلوفوسمايد. لقينا انه ميزته عن التي سيل ديبليشن ان هو قلل لك ريسك فور كرونيك جي في اتش دي وقلل النون ريلابس ريليتد مورتاليتي اللي هو نتيجه الانفكشنز، لكن عيبه بس كده ان هو يزود الريسك فور ريلابس كومبيرد تو الماتشد ان ريليتد دونر. عشان كده لا يزال الهبل ايدنتيكال في المرتبه الثالثه بعد الماتشد ان ريليتد دونر. اوكي يبقى تاني الموداليتيز بتاعه الديكريز الجي في اتش دي، رقم واحد تي سيل ديبليشن، مشكلتها ان تي سيل ديبليشن بيجي على حساب حاجتين، بيجي على حساب الانجرافتمنت فبيعمل لك ديليد انجرافتمنت وبيزود الريسك او ريلابس اوف ذا ديزيز. اوكي لما بي ادريد انجرافت بيزود ريسك فور انفكشن وريسك فور جرافت فيلير. البوست ترانسبلانت سايكلوفوسمايد حسن لك الجي في اتش دي كرونيك جي في اتش دي وقلل لك ال نون ترانسبلانت ريت، قلل لك الانفكشن لكنه مشكلته على ديزيز ريلابس، زود ديزيز ريلابس. وده ليه؟ لانه انت هي زي الميزان كده، انت قللت مناعه عشان خاطر تقلل الجي في اتش دي، لكن on the other hand قللت جرافت فيرسس لوكيميا افكت، فعشان كده بيزود الريسك فور ريلابس. كده احنا الحمد لله خلصنا الجزء الاول من كلامنا عن هيماتوبيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، وهو اتكلمنا فيه عن البيسكس. زي ما قلنا كده اتكلمنا اول حاجه خالص عن انتروداكشن للاميونو هيماتولوجي، وعرفنا ايه هي ال HLA molecules، الفرق بين HLA class 1 و class 2. وبعد كده اتكلمنا عن ال basics of hematopoietic stem cell transplantation و ال donor selection و pre transplant work up. وبعد كده اتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن بقى بتاعه ال hematopoietic stem cell transplantation على حسب الدونر او على حسب موداليتي نفسها الى autologous و allogenic، وبعدين على حسب الدونر الى matched related matched unrelated cord blood و hyblo identical، وعلى حسب ال stem cell source اللي هي peripheral blood stem cell ولا cord ولا بومبر سنتر، وبعدين على حسب الكونديشن ريجيمن
هل ده مايلو ابليتيف ولا نون مايلو ابليتيف ولا فيك ريديوس انتنسيتي. وبعدين نتكلم عن الديفرنت انديكيشنز اوف هيماتوبوتيك ستام سيل ترانسبلانتيشن في الديفرنت ديزيز، الاوتولوجس انديكيشنز فور اوتولوجس ستام سيل ترانسبلانتيشن وانديكيشنز فور الوجينيك ستام سيل ترانسبلانتيشن. واخر حاجه خالص اتكلمنا في كام سلايد كده عن الهابتو ايدنتيكال ستام سيل ترانسبلانتيشن، ايه هي البينفيتس بتاعتها او هي يعني ايه، والانديكيشنز والادفانتجز والديسادفانتجز بتاعته، والموديلز بتاعت الكيز الجي في اتش دي بشكل عام. اعتقد كده خلصنا الجزء الاولاني، هو البيزكس اوف هيماتوبوتيك ستام سيل ترانسبلانتيشن كفاهم. الجزء بعد كده ان شاء الله هيبقى جزء مهم جدا جدا، وهي الكومبليكيشنز اوف هيماتوبوتيك ستام سيل ترانسبلانتيشن، وحاجه من الحاجات اللي هي فريكوينتلي اسكد في الامتحان، مهم تبقى هاو تو ديل ويز كومبليكيشنز اوف هيماتوبوتيك ستام سيل ترانسبلانتيشن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم فعلا بعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وبارك لنا فيك.